مشاهدينا بنرجع من كافي البرنامج، وهالمرة فقرة مهمة جدا، واللي ما بيعرفوا ابريل 15 او ما بيعني لهم ابريل 15 هالتاريخ شيء، هن الاشخاص يلي ما عم بيقدموا التاكسز تبعهم بتاريخ 15 نيسان ابريل. بالاستوديو معي الضيفه الاستاذ احمد عبد الحليم يلي هو محاسب ومحاضر بلاغوارديا كوليدج. مساء الخير استاذ احمد. مساء النور، اهلا وسهلا بك. شكرا، شكرا على وجودك معنا تنحكي عن موضوع مهم جدا بهم جميع الامريكيين يلي طبعا بيقدموا as American citizens التاكسس تبعون الضرائب او الاقرار الضريبي، والديدلاين والمهله هي ابريل 15. شو يعني هالمهله ابريل 15؟ تمام، المهله معناها ان هذا الوقت هو الوقت الاخير للإقرار الضريبي، لتقديم الإقرار الضريبي للحكومة الأمريكية. بس المهلة فقط أو تعتبر ديدلاين للي هيدفع ضريبة. يعني أنا مثلا لو إبريل 15 جاء عليا وأنا مش مديون للحكومة الأمريكية، ما عليش أي فلوس للضرائب، ففي واقع الأمر إبريل 15 ما يعتبرش معاد رسمي أو معاد بالنسبة لي مخيف. لا، مش مخيف، الحكومة الأمريكية هي المديونة ليا بفلوس. يعني أنا بفايل الإقرار الضريبي، بقدم الإقرار الضريبي بتاعي، وبنتظر يجي لي شيك، ما يطلق عليه ريفاند تشيك، من الحكومة الأمريكية بيجي لي في أي وقت. فإبريل 15 ديدلاين بنسميه فيرم ديدلاين، معناها أنه رقم أو وقت هام جدا للي مديون لمصلحة الضرائب الأمريكية، يجب أن يدفع في هذا الوقت. ولو لم يدفع بيكون عليه غرامة، وبيكون عليه كمان فايدة على الأماونت أو المبلغ المدين به للحكومة الأمريكية. نعم، هل هالشيء أو هالديدلاين أبريل 15 قائم على الأفراد والشركات على حد سواء؟ نعم، سؤال مهم جدا. هو في واقع الأمر أبريل 15 خاص فقط بالأفراد. الشركات عندنا يكون لها ديدلاين مختلف. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الشركة اللي عندها كالندر يير، يعني العام الأساسي لعمل الشركة من أول يناير لينتهي في ديسمبر، عندهم ديدلاين مختلف، عندهم معاد لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالأعمال التجارية أو بالشركات التجارية بيكون مارش 15، أو إن هو يكون عنده سنة مالية بنسميها سنة مالية عامة، ليست سنة مالية كالندري، بنسميها فيسكال يير، سنة مالية بتنتهي في وقت آخر غير ديسمبر، بتنتهي احيانا مثلا في نوفمبر، او بتنتهي في جانيوري او فبراري، يبقى عنده شهرين ونص من انتهاء السنه الماليه انه يفيل الاقرار الضريبي الخاص بالشركه او العمل التجاري. نعم، هلا بفهم من حديثك انه الاشخاص يلي ما عندهم دخل او ما صار عندهم انكم معين وما عندهم اي ضرائب تدفعوها للحكومه الامريكيه، هل فيهم يمتنعوا عن تقديم الاقرار الضريبي حتى لو منهم مديونين للحكومه الامريكيه، او لازم يقدموا الاقرار الضريبي وينتظروا انه يجيهم تشيك من الحكومه؟ تمام، سؤال مهم جدا. في واقع الامر تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المطلوب او الوقت المحدد من قبل مصلحه الضرائب الامريكيه يعني يرتهن بعده اسباب. اول نقطه، اذا كنت انا مديون فيجب علي تقديمه في الوقت المناسب ودفع الضريبه. يعني حتى ما يكونش علي ضرائب زياده او ما يطلق عليه غرامات. لكن انا لو عايز فلوس من الحكومه الامريكيه فانا بطلب. لو ما طلبتش الفلوس، لو ما قدمش الاقرار الضريبي وقلت ان مصلحه الضرائب الامريكيه المفروض تبعت لي شيك، هم مش هيعرفوا. مش هيعرفوا ارقامي، فانا بقدم اقرار ضريبي سواء بعد الموعد او قبل الموعد. ممكن اقدم في ماي، في جون، في السمر، ممكن سنتين كمان بعدها بقدم عشان اخد الفلوس الخاصه بي. في بعض الناس ما عندهمش أهمية أو ما عندهمش نقدر نسميها requirements أو واجب ضريبي إنه هو يقدم. بمعنى إيه؟ يكون دخله محدود جداً. والحكومة الأمريكية حددت للأفراد لو دخلك لم يتعدى رقم معين أنت مش محتاج تفايل. يعني أنت مش واجب عليك تفايل الإقرار الضريبي. ناس كتير عندها تصور أن الإقرار الضريبي بيكون كل الناس عندها تدفع ضرائب. لا، مش حقيقي. لو أنت عملت دخل أقل مثلا من 10,000 دولار وأنت فرد، أو لو أسرة مكون من فرد أو 2 أو 3، مش محتاجين انهم يفايلوا الاقرار الضريبي عشان يدفعوا ضرائب. لا، بيفايل الاقرار الضريبي عشان ياخد ريفاند بنسميه عائد ضريبي من الحكومه الامريكيه، سواء مصلحه الضرائب الفيدراليه او مصلحه الضرائب الخاصه بالولايه المقيم فيها الممول. نعم. بالنسبه لابريل 15 يمكن لازم نذكر المشاهدين اللي طبعا كمان اذا عندهم اي سؤال لحضرتك ممكن يستفيدوا من وجودك معنا طبعاً، ويتصلوا فينا على ارقام التليفون كرمال تجاوبهم. في معلومه كثير مهمه مثلا يلي
يلي الكوبل الأكثر أهمية بالولايات المتحدة طبعا بريزيدنت أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما، قدموا تاكسس تبعهم لهالعام ودفعوا مبلغ 98,000 دولار و169 دولار، نعم، عن إنكم بيبلغ 481 تقريبا 481,000 دولار، وهالشي بيعادل federal income tax rate of 20.4%. نعم. سؤال لحضرتك، بريزيدنت أوباما وسيدة الأولى ميشيل أوباما قدموا وبيقدموا تاكسس تبعهم مع بعضهم، هل لازم الزوج والزوجة يقدموا تاكسس مع بعضهم؟ Yes or no. وإذا كانت الحالة مختلفة ليش لازم الزوج يقدم لحاله والزوجة تقدم لحالها؟ القاعدة في تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالمتزوجين إن إذا كنت أنت متزوج وعايز تقدم إقرار ضريبي فعندك خيار من اثنين. الخيار الأول تقدم مع زوجك أو زوجتك، يعني في القانون بنسميه سباوس، مش هتفرق طبعاً زوجة أو زوج. أو عندك كمان أوبشن تاني اللي هو بنسميه أنت بتقدم إنك متزوج وفعلاً بتحط اسم الزوجة أو اسم الزوج، لكن بتعلن فقط أو تقر فقط بدخلك. ففي ماريد فايلينج جوينتلي ستاتس وفي ماريد فايلينج سيبريتلي ستاتس، هما دول الحالتين أو الفايلينج ستاتس ما يطلق عليه الأوبشن الأفيلابل للمتزوج، ماريد فايل سيبريتلي أو جوينتلي. بناء على ايه؟ بناء على المحاسب القانوني اللي عندك، هو بيختار لك، بيقول لك انت دخلك ايه ودخل زوجتك ايه، الشريحه الضريبيه بتاعتك هتكون ايه، لو فايلتوا مع بعض هل هتدفعوا ضرائب اكتر ولا اقل، هل في فايده ضريبيه ان احنا نجمع دخلنا ولا ممكن كل واحد يكون دخل منفصل. وفي ما يطلق عليه كمان الماريج بينالتي، يعني احيانا في شريحه ضريبيه معينه لو جمعنا دخل الزوج مع الزوجه يدفعوا ضرائب اكتر. مجملا مع بعض يدفعوا ضرائب اكتر، يبقى افضل ان احنا نفصلهم. في شريحه اخرى يجب ان احنا نفصلهم او يجب نخليهم يفايلوا مع بعض. فانا احنا بنسميها سيناريوز، لازم اشوف كل سنه بتختلف دخل الزوج دخل الزوجه بيختلفوا، فاحنا بنعمل السيناريو ده ونجرب، اقول له السنه دي انت افضل لك تفايل سيبريت عن زوجتك، يبقى نعمل اقرارين ضريبيين منفصلين، واحد باسم الزوج واحد باسم الزوجه، وفي سنه اخرى يكون افضل ان احنا نفايل مع بعض. نعم. فدي الحالات المشتركة للأزواج، يا إما separate يا إما jointly حسب المحاسب القانوني. نعم. طيب السؤال هون لكل المشاهدين يلي ما عنده محاسب قانوني، وفي كتير دعايات من إشاعة تلفزيون، في برامج softwares بتساعد الفرد على تقديم الإقرار الضريبي لحاله، هل بتنصح باستخدام هالسوفتويرز أو بتقديم الإقرار الضريبي أو لازم يكون في محاسب قانوني؟ نعم، والله تطور التكنولوجيا يساعد إن حاجات كتير قوي ممكن الواحد يعملها باستخدام التكنولوجيا المتاحة، لكن في واقع الأمر يعني إذا كان ضريبك بسيطة جدا 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 وعبارة عن يعني اشتغلت في مكان واحد بدخل محدود، فممكن فعلا تستخدم السوفتوير ويحقق لك النتيجة المرجوة زيه زي أي محاسب تاني. لكن الشريحة العظمى من الناس هو محتاج رأي محاسب قانوني عنده خبرة وعلى وعي بكيف يتعامل مع السوفتوير. ما هو مش معنى أن أنا عندي تكنولوجيا متاحة أن أنا بعرف أستخدمها مرة واحدة، أو أن أنا ممكن أما أقرأ الجايد. يعني عندنا مثل كده فيلم قديم، يعني واحد سايق طيارة ومعاه البوك فبيقول يعني كيف تهبط الطائرة كيف تهبط الطائرة، فيلم قديم مشهور. فهي الفكرة مش كفاية أبدا نعتمد على التكنولوجيا أو أعتمد على الكتاب إن أنا أوصل أتعامل مع المالية الخاصة بي أو الإقرار الضريبي الخاص بي، اللي في أحيان كتير جدا كده بيكون معقد وممكن يعني يظل الممول 5 ساعات أو 6 ساعات أو 7 ساعات بيحاول يحط بس المعلومات البسيطة في السوفت وير وما يقدرش يوصل للنتيجة المرجوة. وأحيان كتير جدا عندي كلاينتس كتير وأصدقاء أعزاء بيتصلوا بيا يقول لي انا حاولت بصراحه اعملها اونلاين وحاولت اعملها على السوفت وير ده وما جبتش النتيجه كويسه او مش فاهم الصح. فانا اقول يعني مش هقول لك ما تستخدمش او مش هقول للممول ما تستخدمش التكنولوجيا، لكن استخدمها اذا كنت انت عارف ان اقرارك الضريبي بسيط جدا وما فيهوش اخطاء. لكن هيظل عندك هاجس، هل يا ترى عملت الصح؟ هل خسرت فلوس؟ هل دفعت أكتر مما يجب؟ نعم، لأنه طبعاً المصلحة الضرائب هي بتاخد المعلومات اللي الممول عم بيعطيها وعلى هالأساس بترد مصاري أو ما بترد مصاري. أوقات المعلومات بتكون محطوطة بطريقة خاطئة أو لأنه بيكون في deductibles. مظبوط؟ صحيح، صحيح. يعني
طبعا انت ما بتتعامل مع سوفت وير بيبقى عندك مشكله كبيره ان انت احيانا مش فاهم السؤال. يعني انا مش فاهم السؤال فبديله اجابه خاطئه. لو انا مش فاهم السؤال هدي السوفت وير اجابه خاطئه, والسوفت وير او الكمبيوتر ما عندوش فكره ان دي اجابه خاطئه او لا. انا سالتك سؤال وانت اديتني الاجابه دي, على اساسها عملنا الحسابات لاقرارك الضريبي, وعلى اساسها انت مديون ب $3,000 او هيرجع لك فلوس, لكن ممكن يرجع لك اكتر. فانا مش شايف ان احنا نقدر نستغنى عن العامل البشري طبعا. في التعامل مع التكنولوجيا والخبرات, الخبره شيء ما تقدرش تكسبه أكيد. للاجهزه السمعيه والبصريه او اجهزه الكمبيوتر. فانا شايف ان لا غنى عن المحاسب القانوني للافراد والشركات. طيب سؤال عن التمديد والاكستنشن من بعد ابريل 15, كيف بحق للممول انه يمدد بعد, لاي مده في بيقدر يمدد, وهل الاموال او المبلغ يلي ممكن يرجع اذا كان الحكومه هي بدها تعطي مصاري للممول, اي متى باي مده بترجع هالفلوس؟ تمام. الوقت المفروض نفايل فيه الضرايب بينتهي بعد مثلا 3 سنوات. بمعنى ايه؟ بمعنى انا اذا عايز فلوس من الحكومه الامريكيه ما اقدرش انتظر 5 سنوات وبعدين افايل اقرار ضريبي واقول لهم على فكره انا عايز فلوس منكم الاقرار الضريبي بتاع 2005 2006. ما يحصلش. القاعده بتقول ستيت اوف ليميتيشن, ان انت عندك 3 سنوات تطلب فلوسك اللي عند الحكومه. يعني انت عارف ان عندك فلوس عند الحكومه الامريكيه او استشرت محاسب قانوني, اطلب من الحكومه الامريكيه فلوسك خلال 3 سنوات. بس الحكومه الامريكيه عندها بس 3 سنوات تطلب فلوسها من الفرد؟ لا لا, العكس بقى. العكس. فللاسف يعني انت ممكن تطلب فلوسك بس عندك 3 سنوات, لكن هم من حقهم يرجعوا 10 سنين ورا ويقولك على فكره من 7 سنين كنت انت في اشتغلت دخل معين وحققت مثلا صافي دخل معين وما دفعتش ضريبه. فانت لو ليك فلوس ما عندكش تايم كتير انك تطلبها, لازم تطلبها في خلال 3 سنوات. من 15/4 اللي هو بنسميه فيرم ديدلاين للمدينين, للممول المدين, الممول اللي هيدفع هيكتب شيك لمصلحه الضرائب الامريكيه, بيطلب في 15/4 اكستنشن اوف تايم تو فايل. هم ما بيطلبش اكستنشن اوف تايم تو باي. هو الاكستنشن المفهوم الخاطئ ان ايه, انا مش هدفع النهارده, انا عارف ان عليا $2000 والنهارده 15 ابريل, انا هبعت لهم رساله اقول لهم على فكره ادوني 6 شهور كمان الاكستنشن لمده 6 شهور وادفع لهم في اكتوبر 15. طبعا ده مفهوم خاطئ. هو الاكستنشن اوف تايم اسمه اكستنشن اوف تايم تو فايل, مش اكستنشن اوف تايم تو باي. سو البيمنت لازم يكون ديت بابريل 15 في 15 ابريل. فانت المفروض تحسب حساباتك وتدفع المبلغ المفروض تدفعه 15 ابريل, وبعدين تفاصيل الاقرار الضريبي عندك 6 شهور بعد 15 ابريل عشان تقدمها للمصلحه الضرائب الفدراليه. سو الحكومه الامريكيه ومصلحه الضرائب بدها تشيك طبعا 15 ابريل لازم يكون في تشيك واصل له. صحيح. واحنا بنتعامل كمان دلوقتي, دي جزء يمكن كويس في التكنولوجيا, ان انا معايا اكتب شيك واقدر اطلب منهم انهم ياخدوا الفلوس مباشره من حسابي, واقدر ادفع بالديبت كارد, واقدر ادفع بالكريدت كارد, بيبقى في مينتيننس فيه بياخدها مني, لكن بدفع, اقدر لحد الساعه 12 بالليل ادفع الضريبه اللي عليا. لو انا نسيت اروح البوست اوفيس مثلا ابعت الشيك, اقدر ادفعه من الديبت كارد, اقدر ادفعه من الكريدت كارد قبل الساعه 12 يوم 15. وطبعا الساعه 12 بتوقيت نيويورك تختلف عن الساعه 12 بتوقيت كاليفورنيا, لكن هي الساعه 12 12 حسب اللوكاليتي او المكان اللي انت قاعد فيه. طبعا احكينا عن الغرامات يلي ممكن تلحق الممول في حال تأخر ولم يقدم الإقرار الضريبي. شو هي هالغرامات تحديدا؟ لوين ممكن توصل بالكمية أو بالخطورة المادية على الممول؟ تمام. خطورة مادية ده لفظ كويس قوي. هي خطورة مادية فعلا. هو طبعا خطورة مادية يعني مش موضوع أبدا سهل أتعامل مع ديوني إزاي. يعني احنا بنحاول نقيم أنا عليا فلوس قد إيه. ده موضوع يعني محتاج اجمع كل الدخل بتاعي, اجمع كل الديدكشنز المصاريف, واحسب واقعد مع المحاسب مره واثنين وثلاثه, وبعدين اما اقرر ان انا مديون بمبلغ لازم ادفعه في وقته. لو ما دفعتوش في وقته في عده غرامات. الخطوره الماليه كبيره. اول حاجه بتدفع غرامه عدم دفع في الوقت المناسب. يعني ما دفعتش 15 ابريل ففي نوع من الغرامه اسمه غرامه الدفع المتاخر. نعم. ولما فايلتش الضرائب في 15 ابريل من غير ما تطلب برضو اكستنشن, في غرامه التقديم المتاخر. يعني غرامه الدفع المتاخر غير غرامه التقديم المتاخر. نعم. والغرامه بتتحدد قيمتها حسب انت مديون بقد ايه. اللي مديون ب $100 اقصى غرامه عليها تكون $100 زائد الفايده. نعم. اللي مديون ب $1,000
ممكن تبقى عليه غرامة تتعدى مثلا توصل 5% أو أكتر، لأن الديون فوق الألف دولار. لو عدينا 10,000 دولار فالغرامة بتكون أشد، لأن دي فلوس الحكومة الأمريكية اللي هي آخر ما عاد لي كان 15 إبريل، بس هي فضلت في جيبك في بنكك وانت ما دفعتها، تاخد فوائد عليها طبعًا. انت شخصيا طبعًا. فالحكومة الأمريكية طبعا أنكل سام، ما في الواحد يأكل عليه المصاري. صحيح. دكتور أستاذ أحمد عبد الحليم، شكرا على المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها. أنا بتمنى أن المشاهدين طبعا يكونوا استفادوا منها، أنا شخصيا استفدت كتير. شكرا. بالحديث عن المصاري والفواتير والمدفوعات رح أرجع